وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير الخارجية الأردني السابق. دكتور جواد، بعد التحية، لعلك تابعت معنا بيان القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية في هذا التوقيت البالغ الخطورة مع تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة، وأيضا تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة. كيف تابعت البيان وما جاء به من تأكيد على رفض الدول الثلاث لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين وضرورة إدخال المزيد من المساعدات والدور المصري بالطبع؟ من الضروري جدا حيال مواقف خاصة وزير الخارجية الأمريكي الزائر وزياراته السابقة لم تكن مقنعة للمواطن العربي على الإطلاق، ولا كانت في نفس الوقت تدافع عن إسرائيل وتدافع عن عدوانها الهمجي يعني بكل معنى الكلمة. ولكن بقي الموقف العربي بخاصة يعني أعضاء مجلس القمة الثلاثة الذين اجتمعوا اليوم في مدينة العقبة كجزء من روتين اجتماعاتهم، يقومون بهذه الاجتماعات يعني في كل مرة حصل منعطف أو تحول في مسار القضية الفلسطينية منذ اندلاع الحرب في 7 من تشرين أو أكتوبر. وبذلك يعني اجتماعهم اليوم الحقيقة مهم جدا. لماذا؟ لأن في ظاهره أو بدا موقف الوزير الخارجية الأمريكي أحسن قليلا مما كان سابقا، لكننا لا نريد أن نقول بأننا مقتنعون به كل القناعة. يعني طالما أن الحرب لا تزال دائرة على الفلسطينيين وما زال يقتل الأبرياء وتهدم البيوت فوق رؤوسهم، وما زالت رغم يعني استمرار المقاومة والإشادة بها، لكن الزعماء الثلاثة قالوا يجب وقف إطلاق النار فوريا. يعني هذا عملية زيارات المكوكية والكلام إذا لم يصل إلى مرحلة التنفيذ فيبقى مجرد وعود وتسويف من أجل يعني استمرار الحرب وتمكين إسرائيل من أن تحقق بعض الأهداف الملموسة التي تحدثت عنها مثل إطلاق سراح الأسرى أو قتل بعض قادة المقاومة أو يعني تحقيق النصر العسكري هنا وهناك. هذا كله الحقيقة يدفع ثمن الشعب الفلسطيني بضريبة دم مرتفعة جدا. النقطة الثانية التي أكدوا عليها هي ضرورة المبادئ الأساسية، وهي أن لا تهجير لا من غزة ولا من الضفة الغربية، وضروري جدا أن تتوقف إسرائيل رغم عدم إعلان حرب على الضفة الغربية لكن تتصرف وكان هنالك حربا على أهلنا في الضفة الغربية، وحيث أن مصر والأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية هما المعنيتان في الدرجة الأساسية بهذا الملف، فإذا معنى هذا أنه يجب أن يتوقف استيطان محاولات التهجير الإسرائيلية، وكذلك لابد من وضع برنامج لليوم التالي لانتهاء الحرب من أجل البدء في تمهيد الطريق لإحداث عملية تفاوض حقيقية جادة تجاه الولايات المتحدة. الآن يعني ما لم يكن هنالك تعليق على مثلا فيما يتعلق بحماية الشعب الفلسطيني في غزة، لأنه يبدو أن الموضوع الذي حاجة إلى دراسة هو قضية وضع قوات دولية في شمال غزة، وأنا أعتقد أن الأمريكان سيشكلون جزءا كبيرا من هذه القوة في حالة الموافقة عليها أو في حالة اتخذ مجلس الأمن قرارا بتشكيلها. وهذا يعني بأنه ما دام في هنالك قوة دولية لا داعي لأن يبقى أي جندي إسرائيلي داخل أراضي غزة، يجب أن يرحلوا إلى ولاية غزة، وأنه بعد ذلك هذا الأمر يعني لابد أن يتفق عليه الزعماء العرب. والأمر الثاني كيف نبدأ العملية السياسية الحقيقية لتحقيق أمنية الشعب الفلسطيني وحق بحق تقرير المصير وبناء دولته المستقلة والاستقلال عن الهيمنة والسيطرة الإسرائيلية. نعم.
الدكتور جواد العناني نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير الخارجية الأردنية السابق، شكرا جزيلا لك.